انتظم بمركز التكوين بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنعروس يوما دراسيا تكوينيا من أجل تطوير منظومة الإسعاف والتدخل الصحي أثر العملية الإرهابية ومزيد التنسيق بين الإطارات من ضباط وأطباء وإطارات شبه طبية وقياديين ميدانيين تابعين للحماية المدنية وباقي هياكل قوات الأمن الداخلي، بالإضافة للإطارات التابعة لوزارتي الدفاع الوطني والصحة العمومية المعنيين بالرعاية الصحية الاستعجالية إثر الحوادث الكبرى أو العمليات الإرهابية. وكان المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية قد أشرف على اليوم الدراسي المذكور. ونفتتح على بركة الله أشغال اليوم الدراسي الذي يتمحور حول تطوير منظومة الإسعاف والتدخل الصحي لمواجهة المخاطر الإرهابية، وهي كذلك مناسبة لمناقشة جديد الإجراءات يحدد مهام ومشمولات الفرق المتدخلة في المجال الصحي أثناء العمليات الإرهابية. هو اليوم هذا يوم تكويني، حاولنا نجمع جميع الأطراف المعنية بالأعمال الإرهابية. يقولوا الأعمال الإرهابية هي معناها تخص جميع الأطراف الكل أثناء التدخل، من هياكل حكومية مثل الصحة العمومية، مثل الصحة العسكرية، مثل القوات الأمن الداخلي ككل من شرطة وحرس وحماية مدنية. حبينا نعمل اليوم الدراسي هذايا اللي مزيد التنسيق وإحكام التنسيق أثناء العمليات بعد العمليات الإرهابية ذي، باش يكون التنسيق محكم في تطويق مكان الحادث من أمنيين وعدم دخوله من طرف فضوليين أو من طرف أمنيين غير حاملين لأجزاءهم الواقية، حماية المواطنين في المكان ذاك، كيفية حمايتهم، كيفية إخراج وإجلاء المصابين من جراء الأعمال هذه، تسهيل حركة المرور لسيارات الإسعاف لنقل هذه الضحايا أو الجرحى إلى المستشفيات، وتأمينهم أثناء النقل قدر النجم يكون إرهابي مضروب يلزم نهزوه بمرافقة من طرف سيارة إسعاف حماية مدنية أو سيارة إسعاف صامي ولا صحة العمومية، تأمينا لهذا العنصر الإرهابي، أو تسهيل حركة المرور لنقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتأمين المستشفيات بحد ذاتها، خاطر هي بيدها تنجم تكون مستأدفة ونجم يكون الإرهابي يعمل عملية إرهابية في مكان ما ويحاول يعاود يعمل عملية في نفس الوقت أو بفارق وقت ضئيل في مكان ثاني. اليوم جمعنا الأخوية الكل، معنا جيش وطني، الصحة العسكرية خطر عندهم دور هام كبير ياسر، والصحة العمومية أيضا والحماية المدنية لمزيد التنسيق أثناء هذه العمليات ولإحكام التنسيق أيضا، ومعنا أعطاء مزيد فاعلية للتدخلات متاعنا ويكون أنجع وما يكونش بلبلة، وقيادة تكون واحدة موحدة والتنسيق محكم. هناك بعض العروض تلقات اليوم وما زلنا عنا عروض مش يتم القاها بخصوص تنسيق المحكم بين جميع الأطراف، بخصوص المخطط المروري لتوجيه الوسائل والمعدات وسيارات الإسعاف، تطويق المكان وتأمينه بريمير سنتير دوزيام سنتير تروزيام سنتير بطريقة علمية ومحكمة، ماذا معنى التعريف بالإرهاب ومعدات المستعملة من طرف الإرهابيين، أيضا معنى الجانب الشرطة الفنية معنى بعد مرحلة تصفية الإرهابيين وإجلاء المصابين إلى غير ذلك وتطويق المكان، فما معنى دي بروف يكون معنى الحفاظ عليهم إلى غاية نهاية المهمة،
ولمزيد استغلالهم وللإحكام استغلالهم من طرف الشرطة الفنية لتحديد هذه العناصر واي بمعنى ليدونتيفيكاسيون دو سان دي كريم ولي بروف او سان دي كريم. وان شاء الله تكون هذه بادره وهي بتعليمات من سيد وزير الداخليه. قمنا احنا كحمايه مدنيه بالعنصر التنسيقي بين هذه العناصر الكل، هذه الهياكل المعنيه الكل، وان شاء الله تكون معناها يكون فما تواصل في هذا المجال لمعناها مزيد معناها فاحكام فاعليه التدخل. وشكرا للاخوين اللي حضروا الكل وعندهم رغبه كبيره لمزيد تفعيل هذه المنظومه.